تقدمت صقور الجيش العربي السوري بإسناد من سلاح الجو باتجاه تلة السريتيل وتم السيطرة عليها بالكامل. وبعد سقوط التلة بأيدي الصقور سهل الدخول إلى القلعة تدمر الأسرية أيضا بإسناد من سلاح الجو السوري، حيث قام سلاح الجو بتدمير عدد من الآليات المدرعة باستخدام حوامات الميمدال والقاذفات ورصد أرتال المؤازرة التي كانت قادمة باتجاه الإرهابيين وتم تدميرها بالكامل. نحن أعلننا النصر في عاصمة البادية منذ أيام، إنما تمر هذه العملية بمراحل، فكل مرحلة في إلى جغرافيا معينة. المرحلة الثانية كانت ليست بمحاولات، إنما كان في هدوء بالعمل العسكري نظرا لوجود شرك هندسي موجود بالجغرافيا لعدم تقدم قواتنا، واليوم نقوم بتنظيف هذه المنظومة الهندسية.